بسم الله. عندنا تمرين بالانس، سنجل ليج بالانس ويز كيبل اسيستنت. هنجيب 8 تكرارات، بمسك اي حاجه في الحيطه تمام، وبرفع رجل وبنزل بالتاني اهو، 8 عدات. طبعا التمرين عايز توازن وتركيز. والكابل، مسكك للكابل هيساعدك ان انت تحفظ توازنك لحد ما عضلات الاستابلايزيشن وعضلات الفخذ والركبه والحوض كلها تكون اقوى، وبعد كده تعرف تعمل التمرين بدون الكابل اللي هو اللي بيساعدك.